يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، استدل بها الخوارج وغيرهم على أن مرتكب الخطيئة والكبيرة كافر من أهل النار مخلد فيها. سبحان الله، يجحدون بعض الآية. وأحاطت به خطيئته، إذا أحاطت به خطيئته فهو من أهل النار، لكن الموحد الذي عنده كبيرة لم تحط به خطيئته، هو محل العفو، محل التوبة. نعم، فهم حذفوا القيد، وهو قوله: وأحاطت به خطيئته. نعم.